السلام عليكم. اسم والد الوردي، السن 17 سنة، ممثلين جهة فاس مكناس، مؤسسة لالة سلمى. اليوم التحقنا بالبطولة المدرسية على الصعيد الوطني بمدينة تطوان. الحمد لله كان استقبال زوين كيشرف بينا كجهة ديال فاس مكناس. العام اللي فات كنا حققنا تأهل لبطولة كأس العالم وقدرنا نوصلوا حتى للفينال. ساعدناش الحظ وخبنا في الفينال وخسرنا بواحد الزيرو. ان شاء الله هذا العام هذا جايين بطموح اكثر، ان شاء الله نمشيو للصين ونحقوا الكاس ان شاء الله باذن الله. ما قدرناش نحقوه في بلاد ديالنا، نحقوه في بلاد واحد اخر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.